السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أينما كنتم. هناخد الجزء الثالث اللي هو النومنكليتشر اوف الكاينز. زي ما شايفين كده اهو الالكاينز، بس أفكرك معلش بمضطر في كل مرة أقولها، لأن أنا عارف ممكن حد بيسمع النهاردة، ممكن حد من مكان بيسمع تاني كده ما يبقاش شاف الفيديو الأولاني، فيجي يقول لك هو إيه بريفكس وإيه سافكس. الأيوباك سيستم، الأيوباك نيم بيزد على حاجة اسمها البريفكس والسافكس. البريفكس هي النمبر أوف كربون أتومز، والسافكس هي الفاميليز تو ويتش ذا كومباوند بيلونجز. احيانا احنا قلنا في اللاست تو ليكتشرز قلنا مره عن الالكين ومره عن الالكين. الالكين سنجل بوند والسافكس بتاعتها ان، والالكين في دبل بوند والسافكس بتاعتها ان. النهارده هناخد الالكاينز، ودي المقدمه اللي دايما بمضطر اقولها معلش سامحوني اهو، بلزق البريفكس في السافكس عشان اطلع الايه النيم، وادي البريفكس ده النمبر اوف كربون اتوم، وادي السافكس الايه حاجه بتدل على الفاميلي العيله يعني. السافكس اوف الكاينز، الالكاينز ار اورجانيك كومباوندز ويتش كونتينز وان دبل بوند بتوين كربون اتوم. انا انترستد بالوان دبل بوند، انما ده ما يمنعش ان في الطبيعه كومباوندز في ممكن سوري تريبل بوند، ما يمنعش ان في الطبيعه كومباوندز فيها تريبل بوندز، اثنين تريبل بوندز وممكن اكتر كمان. انا انترستد بوان تريبل بوند. اوكي يبقى الالكين اهو والسافكس الواي ان اي بتاع الالكينز. يبقى انت حتى بالسمع كده بالسمع ايثاين خلاص ده تريبل بوند ده الكين، ايثين ده دبل بوند ده الكين، ايثين او ايثان ده سنجل بوند. بالسمع ممكن انت تكتشف، المهم تكتبها. طيب الفيرست ممبر اوف الكاين هو الكومباوند اللي عنده تو كاربون اتومز، اوعى تتلخبط. احنا قلنا الفيرست ممبر من الالكين المحاضره اللي فاتت عباره عن تو كاربون اتومز، علشان لازم بين التو كاربون في دبل بوند. انا بتكلم على الالكين. باي ذا سيم واي، بنفس الطريقه الالكين لازم بين الكربون والكربون تريبل بوند. يبقى الفيرست ممبر اوف الكين والكين هو تو كربون اتومز، اول فرد هنا واول فرد هنا. عشان كده تلاقي ناس كتير قوي ونفس الرولز ونفس النمبرنج ونفس السبستيتوينت كل واحد، في ناس بتحب يشرحوهم مع بعض. اوكي تو كربون اتومز، يبقى انا احط ده الفيرست ممبر F عشان two carbon و ion suffix اهو ادي two carbon. اول ما تلاقي two carbon تقوم كاتب ايه F، اول ما تلاقي التريبل بوند او عدد الهيدروجين لان في general form اللي هنقولها دلوقتي حط ion. طب اجمع كده مع بعض، اجمع عشان اجيب ايه، اجمع عشان اجيب حاجة اسمها المولكيولر فورم، دي الاستراكشرال فورمولا، ذا فورمولا ويتش انديكيتس ذا نمبر اوف اتومز والتايب اوف اتومز والتايب اوف ارينجمنت. طب والموليكولار فورمولا، فورمولا انديكيتس اونلي نمبر اند تايب، نمبر اوف اتومز اند تايب اوف ايتش اتوم. خلاص يبقى ببساطه كده اهو، كنت زمان وانا صغير قدكم بعمل ايه، ما باخدش من الديفينيشن ولا جيف ريزون، كان عندنا امتحانات يعني، ما باخدش من الديفينيشن والجيف ريزون الايه الستيتمنت كلها، باخد حاجه كده اسمها ايه الكيورد. ايه الكيورد؟ هو الموليكولار فورمولا نمبر واتومز. طب والاستراكشر فورمولا نمبر واتوم وتايب اوف ارينجمنت، ثلاث كلمات. الباقي كله ايه جمل وصل، ان واز وذس وبيفور وافتر حاجات كده. ده ايثاين. عد بقى معايا C2H2 ما تتسرعش، حد هيقول دلوقتي ايه ده دايما قد بعض، اتقل شويه تقل صنع بره. The second member of alkyne is the compound which contains three carbon atoms. The first has two. يبقى the second has three carbon atoms. وفي طبعا double bond. فهنحط ال prefix prop to the suffix ion. يبقى نشوف. ادي the second member. ادي three carbon atom. وادي triple bond. Prop. عشان ال three carbon atom. شفت الاتش او شفت التريبل بوند،
هي يعني ممكن اجيب الكومباوند من التريبل بوند، هنسميها ان شاء الله الليكتشر الجايه في الالكحول والكربوكسيليك اسيد هنسميها فانكشن جروب، المجموعه الوظيفيه، او بالعربي المجموعه المميزه التي تميزه، زي انت كده ما بيميزك الايه المخ والعقل. احنا كل كومباوند عندنا كتابيا بنميزه بحاجه. خلاص شفت الدبل بوند ده اسمه الكين، شفت التريبل بوند ده اسمه الكين، من هنا ورايح هنسمي دي فانكشن جروب. اوكي بروب، والتريبل بوند اين او الهيدروجين عد C3H4. ايه ده؟ دي اللي فاتت كان C2H2، اتقل بقى لازم لما تعمل الجنرال فورما تتفق على كله، ما تتفقش على كومباوند. يعني الكومباوند اللي فات نقول CNHN، لا طبعا. بص كده تبدا كده، عشان هعلمك ان شاء الله لكل عيله تجيب الجنرال فورما بتاعتها من غير ما تحفظ حاجه، ودول ما بتحفظوش، اكتب الكومباوند واستنتج. بص يا سيدي، بنعمل الاتي، بتشوف الهيدروجين بالنسبه للكربون هل قده؟ لا مالكش دعوه باللي فات، الايساين ده مش قد حلو. هل ضعفه؟ مش عارف، بس الفور مش دبل مش توايس الثري. طب هل ضعفه ماينس حاجه؟ اه الهيدروجين فور، ضعف او دبل الثري سكس، ماينس تو تبقى فور. طب تعالوا نرجع للتاني، ما جراش حاجه، احنا ورانا ايه؟ انا عارفكم بتحبوا العلم يعني، تعالى نرجع للتاني. لو مسكنا ده الكربون والهيدروجين، هل الهيدروجين ضعفه؟ التو ضعفها فور. طب لو شلت منها تو تطلع تو. انا حطيت ايدي على التركاية، يبقى دائما الهيدروجين دبل توايس الهيدروجين الكربون ماينس تو، يبقى الهيدروجين توايس الكربون ماينس تو. طيب قلنا ده بقى خلاص، ولاحظنا بقى اللي انا قلته لكم ده is observed. وتعالى نبص كده اهو، الكربون 2 والهيدروجين 2 وده اسمه ايثاين، والكربون 3 والهيدروجين 4 اسمه بروباين، اند سو اون، بيوتاين بنتاين. تعالى الاستنتاج اللي احنا عملناه هو هيبقى بالنسبه لك سهل، ما تقلقش، امسك اي اكزامبل، خد الاصعب الاكثر اهو، اضرب ال5 في 2 هتتدبل بتاعك يبقى 10، ماينس 2 8، اضرب ال 4 في 2 8 ماينس 2 6، اضرب ال 3 في 2 6 ماينس 2 4. وبناء عليه الجنرال فورمولا القانون العام بتاعها CnH2n ماينس 2. في ناس بتحفظه، عمري انا ما حفظته، عمري ما حفظته، بستنتجه خلاص. طبعا الفضل لاساتذتي يعني. جنرال فورمولا اوف الكاينز هي دي. طيب ايه رايك في الالكين ابو فور كربون اتوم؟ احنا خلاص عاملينه هنا، هيبقى اسمه بيوتاين، بيوتاين. بس كمان عايزك تفتكر لو انت ذاكرت الدرس اللي فات او عطرت كده بالصدفه وانت بتقلب على اليوتيوب لقيت نومنكليتشر اوف الكينز، خلاص بس مهم يكون فيديوهاتي يعني، لو هتمشي معايا هتتابعني واحده بواحده عشان اخليك كويس وبسط لك الدنيا. القناة بتاعتنا اسمها ذا كيمستري شانل بروفيسور دكتور ابراهيم سعد، ما تنساش. طيب لو بصيت كده اهو، كان عندنا مشكلة في العيلة اللي فاتت اسمها الكين، الفيديو 2، الدبل بوند قلت لك متحرك، ممكن تيجي بين الكربون بين 1 و 2 وبين 2 و 3 وبين 3 و 4 and so on، كلما طولت التشين كلما البوسيبيليتيز كانت ايه هاير. طب شوف كده اهو، alkynes with more than 3 carbon atoms. اول بقى ما الاقي alkynes ب 3 carbon atoms، more than 3 4 carbon atoms 5 carbon atoms، تمام اعمل ايه؟ نفس اللي عملناه في الالكين، number from the direction which locate the triple bond at least the possible number، رقم من الناحيه اللي تخلي triple bond at least the possible number، اهو بالمنظر ده التريبل بوند طبعا، وطبعا رقمها يكتب الاول. بص كده اهو، ادي دي الكاين، عرفت منين الالكاين؟ من التريبل بوند، تمام.
طيب مش من الهيدروجين؟ لا من الهيدروجين. عيد، احنا عندنا كده ادي 5 كربون، يبقى 5 باي 2 10 ماينس 2 8 اهو قدامك اهو. حلو، ده اسمه بنت. طب وبعدين اين؟ حلو، في تريبل بوند. ما انا ممكن قلت لك ده وصف في الفيديو اللي فات، قلت لك النوم النيم بتاع الايوبك ده اكتر من انه اسم، ده وصف بيوصف لك الدنيا بالظبط. حلو، وبعدين زي ما عملنا في الالكينز، عد من الدايركشن اللي يجيب لك التريبل بوند، او ساعتها هناك التريبل دبل بوند ات ليست بوسيبل نمبر. هنعد من هنا، وبالتالي التريبل بوند هتقع ما بين ايه؟ 2 و 3. فاكر؟ هناخد الاقل 2، انا خمنت يعني ان انت قلت كده. يبقى هنكتب ايه؟ 2 بين تايم. طيب في ناس بتقول دلوقتي هو نسي هيدروجنتين هنا ونسي هيدروجنتين هنا. مش هيحصل، مش هيحصل. امال في ايه؟ حضرتك كل بوند، الخط الاحمر ده اسمه بوند، كوفيلنت بوند، بتشيل عشان تخش بين الكربونتين، تشيل هيدروجين من هنا وهيدروجين من هنا. يبقى كان هنا في اتنين دخلت دي شالتهم، وهنا كان في تحت اتنين دي دخلت هنا شالتهم. قاعد. طب ما بص كده اهو، خد دي مني. الالكين CnH2n بلس 2. اسمع وركز معايا قوي. لما جيت رحت للالكين زودت بوند بقى دبل بوند، فشلت هيدروجين، قم اصبح القانون بدل ما كان CnH2n بلس 2 بقى CnH2n، انا شلت 2. روح للالكين زودت بوند اهي، انا مره زودت دي والنهارده زودت دي، تمام؟ هشيل كمان هيدروجينتين، يبقى الرول هتبقى CnH2n، انا شلت 2 يبقى ماينس 2، يبقى CnH2n بلس 2 CnH2n CnH2n ماينس 2. كل بوند بتخش بتشيل لك هيدروجينتين. طبعا C5H8 خلاص خلصنا. طب وده بص كده يا عم اهو، 4 كربون اتومز يبقى بيوت، والتريبل بوند تبقى اين. ولما نعده C4H6 4 باي 2 8 ماينس 2 6. وايه ده كمان؟ مش هتعد، مش هتحط ارقام، بس تعالى اوريك حاجه. ده بيوت ودول هيدروجين، ومن الهيدروجين عددهم او التريبل بوند بعرف ان هو اين. حاجتين بيقولوا لي ليه؟ الفاميلي تو ويتش ذا كومباوند بيلونجز. C4H6 ايه ده؟ بس كده؟ والله انت كاتب نفس الاسم، وانا محرج مكسوف اقول لك انت كاتب نفس الاسم وكاتب نفس الموليكولر فورمولا. طب انت ايه رايك؟ مالكش دعوه، احرجني. انت ايه رايك؟ قول لي ايه رايك في دول؟ لا دول مختلفين. انت بتقول كده، انا تقمصت كده دورك. انت بتقول كده دول مختلفين. مختلفين في ايه؟ مختلفين في البوزيشن بتاعه الايه؟ التريبل بوند. عشان كده لازم اعد، لازم اكتب اعداد الكربون. عد واكتب يعني. هعد من هنا وهكتب 1 عشان التريبل بوند بين كربون نمبر 1 و 2. نكتب الاقل زي الالكين. وهنا سيان، عايز تعد من هنا عد هتيجي بين 2 و 3، عايز تعد من هنا عد هتيجي بين 2 و 3. الاقل 2، هتكتب هنا ايه العد اهو. خد بقى اي عد اي اتجاه هتكتب هنا 2. عايز الفت نظرك لحاجه، دي ظاهره بتتكرر كتير في الاورجانيك. الظاهره دي بتتكرر كتير في الاورجانيك اللي عندنا بنقول عليها على البني ادمين يخلق مش شبه 40. يعني انت مفيش مانع تنزل الشارع هتلاقي ناس شكلك، مفيش مانع تسافر دوله بحر متوسط هتلاقي ناس شكلك بالظبط، انما صعب تلاقي شكلك مثلا ياباني او صيني، صعب. تمام، هم ليهم جمجمه غيرنا. المهم دي ظاهرة عندنا في الأورجانيك اسمها أيزوميريزم. أيزوميريزم المشابهة الجزيئية. Two compounds ده عندك Two compounds having the same، قول معايا molecular formula و different structural formula.
ما احنا اتفقنا structural formula molecular formula ايوبك نيم structural formula molecular formula ايوبك نيم. تقول لي طيب التو كومباوندز دول اخبارهم ايه؟ هيبقوا زي بعض؟ لا خالص. ممكن بعض الصفات ممكن، انما هما تو ديفرنت كومباوندز، اتنين مختلفين تماما. زي انت كده مثلا في الشارع اللي ورا اللي وراك في واحد اسمه محمد، شكلك شكلك بس اسمه احمد حلو، بس طول الواد ده 165 سنتي انت 170، الواد ده بيحب الشوكولات انت ما بتحبهاش، الواد ده في ثالثه في ثانيه ثانوي انت في الجامعه. الشبه مش معناه ان يبقى ايدنتيكال زيك، قد يتشابه في حاجات. هو انسان وانت انسان، ممكن هو فصيل الدم ايه وانت ايه، ملاش علاقه. ولكن في الكيمياء الايزومريزم التو ايزومرز، يبقى الايزومريزم دي الفينومينون، التو ايزومرز اللي هي الممبرز، ولو فور يبقى فور ايزومرز. الايزومرز ديفرنت فيزيكالي اند كيميكالي. نيكست، choose the correct answer. خلاص الالكين و7 كاربون اتومز طبعا هيبقى ايه 12، 7 multiplied by 2 14 minus 2 12. الكين و10 هيدروجين اتوم، هيدروجين اتوم كونتين 18 ولا 20 ولا 5 ولا 6؟ طبعا 6. general form of unsubstituted alkyne هتبقى CnH2n minus 2. Naming the substituted alkynes, but the same way, substituted alkynes like substituted alkanes like substituted alkanes, all of them one hydrogen atom or more or more are replaced by atom or group اللي هما substituents like that. عمل هنا replacing بفلورين, replacing ببرومين, replacing بكلورين ونيترو, replacing بCH3. يعني شلنا هيدروجين وحطينا دول. قلناها بقى في التو فيديوز اللي فات. The following table illustrate the common substituents. بص كده وانا بقلب. البي ار اسمها برومو، والسي ال اسمها كلورو، والاي اسمها يودو، والاف اسمها فلورو، مش هم اقول بالترتيب. والسي اتش 3 اسمها ميثايل، والسي 2 اتش 5 او السي اتش 3 سي اتش 2 اسمها ايثايل، والان او 2 اسمها نيترو. وبقولها كتير بس مضطر اقولها علشان انا ما اعرفش مين ممكن يسمعني هنا ولا هنا ولا هنا، وميبقى ايه متابع معايا. أهم أسمائهم. Substituted alkyne with three carbon atoms or more. Numbering starts من ال direction اللي locate the triple bond least possible number. مش بقول لكم دي هي نفس الالكين كل الرولز تمشي عليها، بس ما عدا حتة ال suffix هناك إين إي إن إي هنا إين. ده سين. أدي ده الكين. لما باجي اعمل نمبرنج بعد من عند التريبل بوند اقرب خلاص، وبعدين اقوم حاطط الارقام، وبعدين بكتب السبستيتوينت الاول زي السن والفاذر. انا في الكشف بتاع المدرسه اسمك ايه مثلا؟ ابراهيم خلاص، ووالدك اسمه ايه؟ سعد، وجدك اسمه ايه؟ عبد الحافظ. فبنكتب السن الاول، هنا برضو بنكتب السن الاول. هنكتب ايه بقى؟ طيب احنا جايبين تو كومباوندز ربما عايزين نقارن اهو، هنا بعد من هنا ما بعدش من هنا عشان اجيب هنا 2 و 3 وهنا 1 و 2. لما نيجي نكتب بقى خلاص وطبعا السبستيتون بتكتب الاول، دي خلاص توك بيفور، بنكتب السبستيتون الاول بارقامهم قصادهم. يعني مثلا هناك هتكتب ايه 3 و 4 ولا ايه؟ 4 كلورو هي 1 سبستيتون، 4 كلورو 1 هما 4 كربونات يبقى بيوت، والتريبل بوند تبقى اين. ال 1 ده مكان التريبل بوند هي بين 1 و 2 بنكتب 1، والفور ده هو مكان السبستيتوينت توك بيفور في الفيديو اللي فات، فطبعا بنسرع شويه. هنا عندي 1 سبستيتيوشن اهو اسمه فلورو وفي مكان 4 يبقى 4 فلورو، وبعدين ال 2 ده البوزيشن بتاعت التريبل بوند، وبعدين بنت عشان هم 5 كربون اتوم، وبعدين اين علشان العيله الكاين. If two similar substituents are found in the compound, the prefix di is written before the name of the substituent. لو عندك اتنين مكررات ثالث مرة، لو عندك اتنين زي بعض زي برومو برومو تقول داي برومو،
ثلاثة زي بعض تقول تراي برومو، أربعة زي بعض تقول تترا برومو، and so on. Example. أدي ده compound الكين وأدي الهيدروجين، بس في Cl و Cl عملوا replacing أو عملوا substitution، عشان كده سميناهم substituent، جاء من substitution process، دخلوا مكان الهيدروجين atoms. فلما نيجي نعمل النمبرينج هنعد من هنا من ناحية اليمين from right عشان نجيب الكربون تريبل بوند، كربون كربون تريبل بوند بين 2 و 3، والاقل 2 هي اللي هتكتب 2. ولما اجي اكتب اكتب ايه بقى 3 4 و 5 4 و 5، عشان في الكربون 4 و 5 داي كلورو، الداي دي هي الداي دي، وقلنا في الفيديو اللي فات الداي لا ترتب على انها الفابيتيكال بريوريتي، ترتب لا تكتب قصاد كل واحده، حتى لو هو اخر واحد تكتب داي ما تكتبهاش في الاول، هتفهمونا بالاكزامبل ان شاء الله. و2 وهم 5 بنت والتريبل بوند عين، يبقى الفور والفايف ده مكان السبستيتوينز، والضاي عشان هم 2 بنقول ثنائي، وكلورو عشان هم كلورو، وال2 دي مكان التريبل بوند، والبنت عشان 5 كاربون اتوم، والاين علشان هو تريبل بوند. وقلنا الضاي دي لا ترتب الفابيتيكال. طيب لو عندي 3 substitution يبقى هنكتب تراي اهو بالمنظر ده، ادي 3 فلورين اتومز اهو، هرقم من الرايت هاند سايد، من الليفت هجيبها لك بعيده. انا مين الاولويه؟ انا بفكرك قلناها بكده، مين الاولويه؟ التريبل بوند، اهل الدار. لما تخش كده في بيت لازم تسلم على صاحب البيت اولا، اهل الدار. تخش كده اهو تعد من هنا تجيب دي الاول، دول substitution، دول ضيوف ماليش دعوه بيهم في الاخر. يبقى لما اجي اكتب الاسم بقى كده 4 و5 و6 تراي فلورو، ادي 4 و5 و6 تراي فلورو، التراي معناها ثلاثي فلورو، 2 عشان مكان التريبل بوند، هكس عشان هما 6 كاربون اتوم، واين عشان هو تريبل بوند. اقدر عندك تترا يبقى هتكتب يعني 4 substitution، هتكتب الارقام بتاعتهم وتكتب تترا. بص كده اهو، عندي برومين ودي برومين ودي برومين ودي برومين. هنا بقى هنعد منين؟ خمن كده معايا قبل ما انزل بالسا. هنعد من هنا. ليه؟ التريبل بوند راح بقى، قلبت راحت الناحيه الثانيه، يبقى الاولويه من هنا ومش من هنا، والارقام اهي. طيب ايه دول بقى؟ دول 3 و4 و4 و5 تاني. وانس مور، مرة تاني، لما عندك substitution على نفس الكربون اتوم، لما تيجي تعد ادي لكل substitution نفس الرقم بتاع الكربونة، like البرومين في الكربون نمبر 4. طب نكتب ايه بقى؟ 3 و4 و4 مرتين اهو، و5 تترا برومو 1 هكس، ال1 ده هو مكان التريبل بوند، وين. انا خلصت، خلصت محاضرة الألكان على كده. طبعا هخلص، عندي الكحول، عندي كاربوكسيليك أسيد، عندي أسترز، عندي أروماتيك كومباوندز، عندي 4 فاميليز انتظرهم. بعد ما أخلص هنعمل تدريب كبير قوي على كل الفاميليز دي، أزعم إن هيفيدك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.